عبارة عن سيرفيسز تقدم عن طريق المؤسسات. ممكن كل حاجة تجي لنا كطلبات عن طريق موقع. تمام؟ ستودنت ذات شاب، كل واحد من هذول يحتاج خدمات. امبلويز. أحيانا ستودنت بارنج. All of these people, they are looking to have specific function. كستودنت انت ايش يهمك؟ يهمك انك تقدر تعمل عملية select مثلا للسابجكت. اوكي؟ يهمك احيانا انك تطلع على حتى الدرجات. Of your result. صح؟ يهمك انك تقوم بعملية تسجيل الفصل الدراسي ريجستر. ممكن تعمل تأجيل بوستبون. إذا هي عبارة عن مجموعة من السيرفيسز تكون موجودة بداخل السيستم. أحيانا حتى لو معك معاملة أو تمبليت شو تعمل هي بروسيس. من البروسيس هذه كلها تكون ليست أوف سيرفيسز. أصبح من السهل مراقبة أداء الموظفين بسهولة. بناء عليها اي طلب يقدم من الطالب له بروسيس فلو محدد. في له بروسيس فلو. لنفترض ستودنت. الستودنت اول ما يقدم اي نموذج المطلوب بعدين يروح للستودنت افيرز. صح؟ ستودنت افيرز هنا. بناء عليها بالستودنت افير في مجموعة من الصلاحيات. كل فورم او كل نموذج بيكون مسؤول عليه شخص محدد. بيرسون 1 مثلا هذا اللي مسموح له انه يعرض النتائج. بيرسون 2 هو المسؤول عن عملية التأجيل. اوكي؟ هنا كمان الستودنت هو مسؤول عن تحميل بعض الملفات الدوكيومنت. بدون ما يحضر للجامعة وبدون ما يخسر مسافة الطريق وبدون ما يجي اصلا الجامعه، كله الكتريكال، وهذا بيقلل الجهد كبير، انت تخيل كل الطلاب مثلا في الاطلاع جايين الجامعه بيقدموا اونلاين. بيخفف التقاليد وبيعمل سيف للانفايرمنت، كل ما قلت التقاليد حق الحركه، كل ما قلت التقاليد والبترول واشياء كثيره. فصارت البوابات الالكترونيه تقوم بهذه الخدمات، وصار قدره على الاداء. كل موظف بيفتح البورتال بيجي ويشوف عنده بيندينج تاسك. بيجي قدامه بندنج تاسك. كل واحد بيجي قدامه تاسك، فلان الفلاني قدم على تأجيل، اوكي؟ هل تعمل له ابروف او لا؟ فالموظف يحصل اساين للتاسك اوتوماتيكلي. يحصل عملية اساين للتاسك اوتوماتيكلي. في حالة الموظف 1 اللي مسؤول عن المهمة ما عملش أي ريسبونس، التوب مانجمنت عنده لوج إن أريا يطلع له إيش المعاملات المعلقة. وهنا كمان ركزوا إنه في أبلاي دي، في تاريخ متى قدم. ما في فيش مجال للخير بالمقابلة. أنا جبت أوراق، قلت له ما جبتش أوراقك أصلا، ما شفتش أوراقك، ما في معك أوراق. بالأخير بعض الموظفين أو بعض يقول لك علاش انا اتخرج من الطالب هذا اللي تاخرت، اقول له ما لهش مره، قدم مره ثانيه. يكون ضيع مره، لكن هنا لا، في معك ابلاي ديت، عارف بالضبط متى قدم. اذا تاخرت عن 3 ايام من السهل انه يبين هنا بشكل مثلا الارم خط احمر انه هذا التاسك او هذه المهمه ما انجزتش والمسؤول عليها فلان الفلاني. وهكذا، واي تاخير في اي معامله طبعا هو بعدين ممكن خلال 3 ايام ينجزها. قلت له مهمة ثانية تأخر كمان 3 أيام. نهاية الشهر هنا عنده القدرة على مراقبة الأداء كامل حق كل الموظفين. As a child اللي دائما متأخر في عمله، اللي دائما ما يكملش عمله بيظهر بسهولة، وبالتالي قراراته بتكون دقيقة بناء على داتا governance. فمراقبة الأداء والكواليتي صارت جزء أساسي من الـ IT تكنولوجي.
كواليتي اشورنس الان صارت مليون بالمية تعتمد على السوفت وير ديفلوبمنت. صار مراقبة الاداء يحتاج الى داتا كبيرة، والداتا هذه تجمع. هذا بالنسبة للتاسك، ممكن اشياء ثانية تجمع، ممكن كموظفين يحصل عملية تجميع للداتا من اماكن مختلفة، من ضمنها الاتندنس. الاتندنس هذا الموظف كل يوم يجي يحصل، اوكي؟ هنا في معاه ريكورد. والله قال اول يوم اجى الساعة 9، اليوم الثاني اجى الساعة 10:30، اليوم الثالث اجى 11، اليوم الرابع اجى 9:30. هذه كلها مانثلي بيبين عدد التأخيرات بثواني، بتصبح كفيدباك للسيستم. اوكي، تجي تشوف عدد خرجاته، طلعاته، اجازاته، كل هذه الانفورميشن تجمع بطريقة الكترونية لتحقيق الكواليتي اشورنس. هذا على مستوى الامبلويز اتسلف. So, quality is not a term that could be happened by accident. الكواليتي مش شيء بيحصل بالصدفة. الكواليتي أحيانا حتى في الورك، في العمل، في اللبس، في التعامل، هذه كلها quality. Quality standard, quality rule. وهذه تأخذ إما أحيانا بالبيرسونال reading أحيانا، ولا بالبيرسونال knowledge and maturity، ولا احيانا بالقراءه والاطلاع على العالم. فالكواليتي هي تيرمز عامه مش مقاسه، لكن تحتاج لها عمليه اداره، والسبب الرئيسي انه هي الاساس في عمليه القرار بالنسبه لاي برودكت. قبل شويه كنت بتكلم انا والدكتور بديع على القلم، هذا بالصدفه لقيتهم عندي في البيت. القلم هذا اسمه شنيدر، لاحظت وانا اكتب فيهم. الان طلب قبل شويه مني اغير القلم علشان الخط، وانا مصر اني استمر فيه بسبب انه ما يعملش رائحه، بسبب انه كتابته خفيفه، بسبب انه بسهوله يمسح، بسهوله جدا ما يترك شيء اثر. اوكي، طبعا الاثر السابق من اللقب. اورايت، ولايت وطويل ومسكته جميله، وكمان يستمر لمده اسبوعين مع القلم الواحد. اوكي، يمكن سعره مرتفع اعتقد 500 مقارنه بالباقي اللي بياخذها من 300 او 400، لكن معظم محاضرين الجامعات اول ما تجيب لهم القلم هذا يعتبروه هديه، يعتبروه حاجه كبيره كلهم. ليش؟ بقيت الاقلام مليانه قد البهانه، قد البهانه الطلاب، بس هذا لو شفته ممكن اخذه. جميل، ايش السبب؟ كواليتي. كواليتي حقه، طبعا هم مليان جرمان بالمناسبه يعني، الالمانيين لانه صحي كمان، اهم حاجه فيه انه صحي ما يثرش. هذا بعد ما اكتب لكم محاضرتين الاقلام اللي يجيبوها، اول حاجه كميه السائل كبيره اللي تنزل. هلو القلم مش قادر اول شيء افتحه، اقلب الجهه الثانيه بس عارف كيف بفتحه. اول حاجه طلع العكس، ثاني حاجه كميه المياه اللي تنزل منه كبيره. تصوير تمام يا دكتور. الريحة، حد شم الريحة يعتقم، الريحة قوية جدا، أروح على طول مسكوب. أوكي؟ والسبب الرئيسي قد يكون صناعته جيدة. يشتغل بس. لكن ما هوش خاطئ الكواليتي انشورنس، في كل برودكت، كل برودكت بتحصل أشياء مختلفة. بتحصل أحيانا سلكشن، خيار بين شيء وشيء آخر، حتى أنت على مستوى أنك تروح تشتري لنفسك قميص أو فستان او حجاب، ما تشتريش بدون ما تتاكد من الخامه، طريقه الصنع. اوكي، اذا الكواليتي هي فاكتور من الفاكتورات المهمه جدا، واللي تسبب احيانا بانتهاء شركات، لانك بتصنع شيء مؤقت ممكن يتحمله الاخرين، بدل ما السوفت وير يلبي طلباتهم. اوكي، بنتحملك مؤقتا، اول ما تحصل فرصه ان احنا نتخلص منك بتكون اول خيار لنا ان احنا نسيبك. اوكي، فالكواليتي هي عباره عن كواليتي اوف فورس، الكواليتي اوف ايفورس، فهي من الاشياء اللي لازم تدار بحذر. خلونا نبدا ايش اهميه الكواليتي او البروجكت كواليتي مانجمنت.
many people joke about the poor quality of IT products. Sikar and computer joke on big 312 and 313. مزحب يعتبر هرجعات ضحك على أصحاب التكنولوجيا أكيد من حقهم يضحكوا عليهم لأنه أشياء أنا مش ملموسة ولا محسوسة وأنا أعمل كوارث آخر كارثة يمكن قبل 3 أسابيع حق البنوك حق الفراغ اللي حصل مليارات الدولارات راح وكله بسبب اعتمادهم على التكنولوجيا كيف ليش؟ أصبحنا بنزحف أمام العالم بسبب عدم توفير الكواليتي فاكتورز للزبون لو مش العالم معتمد على التكنولوجيا ممكن يتخلص من التكنولوجيا وتخلص مننا كاشخاص اشتكم تحسوا بان العالم بيتفرج لنا كعب ثقيل عليهم لكن مجبر يتحملوا كتكنولوجي بيبول كل بقيه الوظائف بيتعاملوا معانا كان احنا عبء ثقيل يجب يعني نتحمله فقط احنا محتاجين لذلك بتلاقوا عداء في معظم الشركات او الكامبانيز او المؤسسات اللي تشتغلوا فيها تلاقوا عداء غير طبيعي لاصحاب الاي تي وانتم مش عارفين ايش السبب السبب الرئيسي انه تكنولوجيا افورد تو ذيم سيرفيسز اند ذي هاف تو باي فور ات ذن ذي هاف تو يوز وين وات هابين ان ات مهما حصل هم متقبلينها غصبا عنهم بيتقبلوها لانهم مقبلين عليها مش معهم خيارات اخرى alright people seem to accept system being down occasionally or need to report their PC انت اول ما بتحقق السيستم كل ساعه بهنك ضغط عليك ايش تسوي؟ بتكسره هذه حاصله معاكم تتنرفز وممكن الشاشه تروح ولا الكيبورد يقرع ولا على اسوء الاحوال بتروح تشتري ويندوز ذيك الساعه ترجع تفرمته وتشتغل عليه وانت معصب وتحاسس بعد انك انتصرت ومسحت كل حاجه طز فيه صح ولا لا؟ نفسيه الواحد بتتعب البرنامج كل شويه يطلع لك بوب اب ايوه ايش رايك تعمل ضغطه واخرها 5 ثواني حتى لو انت محتاجه في برنامج انا اعتقد محتاجه كل شويه يطلع لي اعلان واحد بيغني وواحده بترقص و5 ثواني انتظر انا فاضي امسحه على طول ما تقبلش الفيكات ولا وايش كان احيانا بعضهم يسوي يضغط الماوس هنا وبعدين يهرب عليه الماوس هناك ويقص الكارت كلام فاضي الناس they don't have a time even انا دحين قد انا اي تي احيانا اطلب من حد بالبيت اقول له شوف لي بالتليفون اشتعمل اعدادات المسج انه يعمل لي الدايبر هذا قبل يومين يسوي القصه والله ضحكوا علي كان موجود معي دكاتره بالاي تي ضحكوا عليه قال لي ايش مش قادر تعمل انت لنفسك وي ار بيزي ما عاد احنا فاضيين للتفاصيل التكنيكال ما عندنا ذاكرة قاعد ادور وافحر فين مكان الاعدادات بيبول دي نيد ا فيري فاست ريسبونس تايم تو ديل وذ ذير اون وورك فتخيل انت لما تجي تدخل سيستم شت داون ان مينتننس ان ابجريد اصحاب المايكسر البوابه الالكترونيه لو طفت المينتننس فور روايل بيجيبوا الجنان اذا الناس مش فاضيه لازم يكون في كواليتي فاكتور ذات ويل بي افكتد everything but quality is very important in many IT project بعضكم قد يقول لي يا دكتور احنا بنشتغل شغل طبيعي ما فيش حاجة تتاكل ولا حاجة تشرب بحيث نفضح احيانا فضيحتنا بتكون بقلاقل اكبر منهم بكثير كوارث كبيرة بكوارث بديزاستر اللي حصل اوكي وانت تعرف معظم الديزاستر اللي حصلت في العالم كل المشاكل والبروبلم اللي كانت ورا الاي بي كانت بتقوم حرب عالمية ثالثة بسببها تخيلوا دولتين كبار كانت بتحارب اطلقت صواريخ بالستية كارثه ممكن نعمل صلايه يمكن مش محسوس ولا نشوفه لانك لو تفرق الكمبيوتر قدامك اجهزه جهاز الكمبيوتر لكن كسوفت وير ايش اللي داخل ما يبانش ولا حد يحسه ولا يقدر يقيسه ككواليتي ما لهش وزن ولا شكل ولا هيئه انت مباشره احيانا لو شفت القلم هذا كخيارات موجود جنبه 3 أقلام اتوقع يمكن الشكل بيلفت انتباهك وبتعرف من الملمس الناعم والتفاصيل انه ذاتيه او احيانا الفستان الجميل بتمسكه بيدك
بتشوفه بتعرف انه الكواليتي عاليه، لكن السوفت وير فين بتشوفه؟ هو اكسكيوشن كود مش موجود، ولا حب يشوفه، ما حب يشوف الانسان اللي هو اي تي. سو كواليتي از فيري امبورتنت تو اس مور ذان ذا اذر بيبل. Alright. What is a project quality? Like definition. ايش تعريف الكواليتي as a definition of project quality? International Organization for Standardization للايزو. دائما بتسمعوا ايزو ايزو ايزو. كل مصنع بيعمل لكم بداخل حقه المنتجات انه حاصل على الايزو من الشركة العالمية. هي عبارة عن International Organization Standard. كاختصار. Define quality as the degree to which set of inherited characteristics for fair requirement. تعريف بسيط ومختصر جدا. عبارة عن مجموعة من الخواص الانهيرتنس اللي مشتقة أو متبناة لتحقيق الريكوايرمنت. طيب إذا بمعنى إنه أي حاجة تحقق الريكوايرمنت تحقق الكواليتي. لا بقول لك مش صحيح. أحيانا أنا ممكن أعمل بالآي تي بالذات فيت مش صحيح. ممكن أعمل سوفت وير والريكوايرمنت حقه يكون مطابق للكستمر ساتسفيكيشن لكن الكستمر ما يقدرش يشتغل عليه. أوكي يكون نان يوزبل يكون فيري سلو. أوكي تروح تنفذ الانستركشن تروح تفطر على ما ترجع بالداتا بترجع لك الجواب. Something cannot be acceptable as an item. لكن كديفاين تير it is an meaningful for the quality. Like you have to be achieve the requirement or fulfill the requirement by using set of inherited characteristics. Other experts define quality based on conformance to requirement. كيف مطابقته مع requirement. The project process and product means writing specification. طالما قادر يحقق البروجكت سبيسيفيكيشن اذا هو محقق للكواليتي. Fitness for use. A product can be used as it was intended. الاخيره انا اجري كثير معها. Fitness for use. حاسها اقرب في تخصص بالذات كتخصص الاي تي. A product can be used as it was intended. زي ما تنوين. البرنامج يعمل لك. يعني تقول اول ما تشتغل على البرنامج تفكر انه في المفروض قائمه لكذا كذا تروح تلاقي القائمه واللي عازم وبنفس الشكل اللي توقعه يكون في السيرفيس اللي تتوقع انه السوفتوير يقوم فيها تجي تشوفها. اذا بروجرام كواليتي كان بي فيتنس فور يوز تو بي يوزرز وات يو ار بلانينج تو دو. وات بروجكت كواليتي مانجمنت. إذن كيف تعمل إدارة الكواليتي؟ أنت قبل شوية جالس وقتنا وأنت تقول إن الكواليتي شيء غير محسوس وغير موجود وغير مرئي. طيب أنا كيف بقدر أدير هذه الحاجة؟ إيش التولز اللي موجودة عندك اللي بتساعدنا في بها على أساس؟ وخاصة أنت بتتكلم كمان على فيلد اسمه سوفت وير ديفلوبمنت على حاجة مش محسوس تمام. انت بتدور الان مني حاجه مش محسوسه قيسها على حاجه مش محسوس اصلا. بالتاكيد ادارتها بيكون صعب. It is a very difficult matter to measure the quality of IT product. من الاشياء الصعبه جدا. Even you are IT. بعضهم يقول والله انا IT بعرف اول ما اشوف الكود مباشره بقدر اعرف الكواليتي كيف كتب. هو بتلاقيهم كلهم كاتبين نفس الشيء. F condition then do works. كلهم بتلاقوا المبرمجين كاتبين نفس الشيء. لكن ال F هذه ال condition ايش محتوياته؟ هل اللي حقق رينج محدد ولا خارج السكوب؟ هنا التفاصيل حق الكواليتي. Alright. Project quality management ensure that the project will satisfy the need for which it was undertaken. إذا project management should be ensure that it will be satisfy the user requirement or what have been getting to be achieved. الكواليتي هي على فكرة معيار رابع أنا أعتبره من المعايير المهمة في النقاط
بالضبط. حق البروجكت مانجر. ليه سكوب والتايم.